بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هنكلمكم عن الابقار. طبعا الابقار عندنا في مصر ليها استخدامات كتير، بنستخدمها في اعمال الحرس. المزارع كان قديما بيستعملها، ولا زال في بعض المزارعين في المناطق البدائيه بيستخدموها في اعمال الحرس وأعمال الحقل. الأيان باستخدامات الأبقار الأساسية. طبعا استخدامات الأبقار بنستفيد من الأبقار من خلال الألبان بتاعتها والجلود واللحوم. تمام. الأبقار طبعا لها أشكال كثيرة عندنا في مصر. في طبعا الأبقار الحلوب اللي بنستفيد من اللبن بتاعها، وفي الأبقار اللي بنستفيد من اللحم بتاعها، وفي الأبقار اللي بنستفيد من الألبان واللحوم بتاعتها مع بعض. طبعا أشكال الأبقار عندنا، في منها اللون الأسود وفيه اللون الابيض، وفيه اللون بيبقى ايه الابيض في اسود. تمام. طبعا احنا عارفين ان الابقار طبعا بنستفيد من خلال الالبان بتاعتها، او بنستفيد من الالبان بتاعتها. الالبان عندنا بنصنع منها طبعا الأجبان والزبدة والسمن وحاجات كتير، الأيان به شرب الحليب طازج كما هو. واللحوم طبعا استخداماتها معروفة عندنا في مصر، وده شكل الأبقار. متوسط إنتاج الأبقار سنويا كل سنة بتنتج ايه؟ في المتوسط بيكون انتاج ايه عجل السنة. بنقول طبعا احنا على صغير البقرة عجل، يعني العجل الصغير اللي بيرضع ده امه، ده اسمه ايه، ده اسمه عجل. وذكر الابقار بنقول عليه ايه ثور. ذكر البقرة بيقال عليه ثور. طبعا احنا بنقدم للابقار ايه، علف اخضر وعلف يابس. العلف الاخضر طبعا بيكون البرسيم او انواع الذرة، ايه الذرة بانواعها. والعلف اليابس بيكون الكزب، بنخلطه مع ايه، مع التبن او الدريس او الشامي اليابس. تمام. دي الاعلاف اليابسة اللي بتقدم لايه للمواشي، واحيانا برضو بنحط لها الشعير. بنحاول قدر المستطاع في فصل الصيف بنحط البهائم في ايه او الابقار في الضلة، عشان ايه الشمس الصيف بتكون حامية شوية، تستحملهاش البقرة أو تضر ايه بيها. طبعا صوت البقر اللي حضراتكم سامعينه ده صوت الابقار لما بتكون ايه محتاجه حاجه، جعانه او عطشانه او ليها ابنها اللي هو العجل الصغير بعيد منيها، بتصدر الاصوات اللي حضراتكم بتسمعوها دي.
وشكرا.